السلام عليكم. منذ لحظات الكفاح الجمهوري الأولى ارتبط اسم اليمن بالجمهورية كمسلك شعبي ورؤية سياسية واجتماعية جوهرها أن تكون السلطة بيد الشعب يختار من يحكمه. بحسب المرويات الفكرية الجمهورية فإن الحكم الجمهوري هو الأكثر ملائمة للدفاع عن الحرية لأنه كفيل بمنع هيمنة بعض المصالح الخاصة على العامة والتي تجعل بعض المواطنين أو كثيرين منهم غير أحرار على أكثر من صعيد. في اليمن تعرض نظام الجمهورية للعديد من الضربات الرأسية والأفقية. تلك الضربات ساعدت على تمدد المشروع الإمامي القديم الجديد على حساب انكماش النظام الجمهوري بفعل السلطة السياسية ومراكز النفوذ والشبكات الإمامية التي كانت تنخر النظام الجمهوري من داخله. انتهج النظام الإمامي العنصري مسلك السيطرة على أرواح اليمنيين وجعلهم على الدوام خائفين، وكأي نظام مجحف لا يمكنه بدون شك أن يستمر طويلا، لأن الناس يبدأون في التفكر في معاناتهم ومن ثم يصبحون أكثر جرأة أمام المخاطر ويحاولون تجربة أشياء جديدة دون خوف. الجمهوريون جدد وجيل الشباب منهم على وجه التحديد يبدو أنهم استوعبوا الدرس وهم يعيشون ذات النسخة التي عاشها أجدادهم قبل صباح 26 من سبتمبر حينما وضعت الدبابة الأولى رسالتها في أحشاء قصر البشائر الوكر السياسي الأعلى للحكم الإمامي. المساء اليمني يناقش الجمهورية بين جيل ومرحلتين ضمن سلسلة حلقات في الذكرى 55 للثورة 26 من سبتمبر. أبدأ هذه الحلقة بالترحيب بضيفي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا وحياك الله. إذن مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش في حلقتنا لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. مثل 21 من سبتمبر 2014 بداية الجولة الثانية من الصراع الجمهوري الإمامي. التقى الخصمان مرة أخرى بعد أن حكم الجمهورية أحد عملاء الإمامة ما يزيد عن 30 عام. مكن صالح الإماميين من المجال السياسي والاقتصادي والثقافي ومن اختراق أجهزة الدولة وصولا إلى المشهد الأخير إسقاط الدولة وعودة الحديث عن الإمامة وولاية آل البيت. اتفاق المصالحة الذي فرضته المملكة السعودية بين الجمهوريين والملكيين في العام 70 مثل نافذة الحياة لفلول الإمامة، ومنذ ذلك الحين عمل بقايا الملكيين على إعادة تموضعهم في النظام السياسي وتأهيل كوادرهم السلالية واختراق أجهزة الدولة بهدف الانقضاض على الجمهورية في الوقت المناسب. وأمام هذا التخطيط الدؤوب لم يقابل هذا المشروع بمشروع جمهوري يوازي توغله في الحياة السياسية. نشأ جيل الشباب اليمني وهو يجهل طبيعة هذا الصراع، أو بالأصح تم تجهيله بكل ما يتعلق بثورة سبتمبر ليحصد نتيجة مخزية وهي عودة الإمامة في القرن 21. اليوم وبعد أن اغتصب الإماميون الحكم لثلاث سنوات عرف اليمنيون أهمية ثورة 26 من سبتمبر وخطورة عودة نظام الإمامة السلالي للحكم من جديد. الغبار والفقر والمرض لم تعد تناسب اليمنيين في هذا العصر، وفي سبيل الخلاص منها للأبد يبذل اليمنيون اليوم الغالي والنفيس في جميع الجبهات. هنا في تعز شاب يبيع سيارته ليشتري مستلزمات حملة إعلامية للتوعية بأهمية ثورة سبتمبر ورموزها. نصب محمد ورفاقه أكشاكا توعوية في أكثر من منطقة وانطلقوا ينثرون قيم الجمهورية وأغانيها. المقاتلون في عموم الجبهات يمارسون ذات الشيء، يكفرون عن تساهلهم مع أسوأ المشاريع التي عرفتها البشرية ويهبون أرواحهم من أجل وطن خال من جميع العصبويات. تبدو معركة اليوم هي الجولة الأخيرة بين الجمهورية والإمامة، ولا يمكن إلا أن يفرض التاريخ مساره ويتنفس اليمنيون نسيم الحرية كمصير حتمي لشعوب الأرض المناضلة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب هنا بضيفي الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع. أهلا بك مجددا دكتور. إذا الجمهورية تبدو الآن بين مرحلتين، لو بدأنا دعنا بقراءة إجمالية عن واقع الجمهورية اليمنية في هذه اللحظة الراهنة وعلاقتها بما كان يؤمل أن تكون. أولا كل عام والشعب اليمني بخير،
كل عام وثورة سبتمبر تعيش بداخلنا. أنا أكثر أيامي ثقة بالجمهورية وبانتصارها على المشروع الإمامي في حلقة من حلقاته لاستعادة السلطة، كما أيضا أهنيك بعيد مولدك مثل هذا اليوم. كل عام وأنت بخير. طبعا نحن الآن نعيش مرحلة كثير لا يفهمها ولم يعيشها في خلال يعني ما قام به الضباط الأحرار وما قام به الوطنيين عام 62 وما أحدثوه من تحول. نحن الآن نشاهد ملامح بسيطة لهذا المشروع وشاهدنا ماذا أحدثوا هؤلاء. كثير يتساءل هل الحوثيين، نعم نظموا منذ السبعينات منذ اتفاق بين الملكيين والجمهوريين وتم إعابتهم للداخل وتقاسموا السلطة، ودعني هنا بس أسهب شوي للأهمية حتى نعطي قاعدة. تفضل. تم تقاسم السلطة وتم عودتهم إلى مفاصل الدولة، وكان هناك من الأخطاء الكبيرة جدا أن كان النظام الجمهوري كلما أراد التخلص من جماعة يرسلها للسفارات في الخارج. هؤلاء استفادوا من هذا الجانب وحولوه إلى استفادة مالية واستفادة تعليمية وتحسين مراكزهم في الخارجية وفي مفاصل الدولة. هؤلاء أيضا استمروا كطبقة أو كفئة، عفوا كفئة سلالية، ليس من السهولة بمكان أن يتم القضاء على السلالية والتراتب الاجتماعي بسهولة، وبالتالي استمروا في هذا الموقع المتقدم واستفادوا من ما يسمى الرساميل التي يمتلكونها، الرساميل المتعلقة بموقعهم في البنية الاجتماعية التي كانت تضعهم في الأعلى. الذي حدث أنهم بعد السبعين ومنذ العودة وهم يخططون لاستعادة نظام الحكم، من الذي ساعدهم على العودة والانقلاب في 21 سبتمبر؟ للأسف الشديد والكثير من الأشخاص لا يدركون أن المخلوع صالح بحكمه ل 33 عام هو الذي أدى إلى تقويض الجمهورية، تقويض الجمهورية وتقويض المشاريع الوطنية، جعلت هؤلاء مع تواصلهم بإيران، مع وجودهم في صعدة، مع التدريب، مع طموحهم السياسي، يقول السياسي سيذهبون حتى إلى إسرائيل وليس فقط إلى إيران، وذهب وبعثوا إلى إسرائيل رسائل من خلال يعني التوراة التاريخية التي هي ملك الشعب اليمني، أرسلوها كعربون مستعدين يقيمون علاقة مع كل من يقول الموت لأمريكا. هم على علاقة في أمريكا، الموت لإسرائيل، وهم على علاقة مع إسرائيل، إيران معهم. هؤلاء يعملون السياسة ببراغماتية لا علاقة لهم بالعقائد، وبالتالي خلال 33 عام من الحكم الذي قوض أهداف الثورة، يعني هناك صحيح اليمن لم تستقر، هناك بناء جيش وطني، المخلوع صالح حول هذا الجيش إلى جيش عائلي، إلغاء الفوارق بين الطبقات مع الفساد ومنظومة الفساد، وتم خلق طبقتين، طبقة فقيرة وطبقة فساد استولت على المال العام، بناء نظام جمهوري، لم يقم بناء نظام جمهوري، أقام نظام عائلي، تأسيس الوحدة، يعني إقامة إنشاء يعني تأسيس الوحدة اليمنية في طريق مش عارف إيش، كل هذه الأهداف الستة خوضها هذا الرجل، مهد لعودة المشاريع ما قبل وطنية. هؤلاء استغلوا هذه اللحظات وكانوا قد نشروا بوعي وبدقة جماعتهم في مفاصل الدولة وفي الأحزاب السياسية وفي المخابرات وفي الجيش، وكانوا يتحينون العودة إلى السلطة على مرحلتين. المرحلة الأولى العودة على شاكلة حزب الله، لأنه قد كان نموذج ناجح. من كان يتوقع أن حزب الله سيسيطر على صناعة القرار على مفاصل الدولة في لبنان؟ هذا النموذج هو الذي نقل حتى كيفية تعني وضع الصور أو لما يسمى الشهداء، شهداءهم السلاليين، لا نقول الوطنيين، الشهداء السلاليين، هؤلاء الذين يقتلون سلاليين ويعلقون بطريقة حزب الله في لبنان، يعلقون على كل أعمدة الكهرباء نفس الاحتفالية في المقابر وتزيين الحياة الآخرة عن الدنيا، نفس كل هذه التفاصيل نقلوها. وكان هدفهم على مرحلتين، المرحلة الأولى أسسوا ميليشيات، أوجدوا أول خطوة أسسوها هي بناء القاعدة العقائدية للنشأ، وهذا بدأ مع ما يسمى الشباب المؤمن، بدأوا بإيجاد جيل عقائدي في ما يسمى المجال التاريخي للمذهب الزيدي. هذا المجال هذا الجغرافيا الجغرافيا أيوة، هذا مهم جدا، لأنه هناك ما يسمى يعني التراثات أو الاستعدادات
النفسية والاجتماعية والتاريخية لقبول هؤلاء، وأيضا نسبة الأمية المرتفعة، البحث عن عند فشلت الدولة الوطنية البحث عن بديل لهذه الدولة الوطنية، هذا ساعدهم في الانتشار خلال 20 عام. بنو جيل عقائدي قاموا بالاستفادة من فرق تصد بين القبائل، لأن كان المخلوع صالح يقوم على تفرق تصد وخلق مشايخ جديدة. هم عرفوا هذه المعادلة، وتاريخيا هم لديهم خبرة في الصراعات بين القبائل وبصراع حاشد وبكيل والصراع بين المشايخيات، استفادوا من نصرة المظلوم والوقوف مع هذه الخارطة من أجل إقامة تحالفات جديدة. ثم بدأوا يرسمون بالبقاء بمحافظة صعداء من خلال بقائهم كجيش، وسأعطيك بعض الإشارات. لديهم ميليشيات، لديهم قيادة عقائدية، لديهم دعم إقليمي ودولي، وكان أقصى طموحهم أيضا كان يخططون أن يكون لديهم ميناء ميدي، ولهذا هم انقلبوا على مخرجات الحوار، لأنهم كانوا يريدوا ميناء ميدي حتى يكون لهم مطار صعدة ولهم ميناء بحري ولديهم ميليشيات في المنطقة. وأيضا ستلاحظ أثناء خطابة عبد الملك الحوثي خلال الأزمة كان يخطب لمدة 3 ساعات، وكان الوفود تذهب إلى صعدة، وهذا الذهاب إلى صعدة بالذاكرة الجمعية وبالمخياب الجماعي كأنه ينقل مركز صناعة القرار إلى صعدة، وبالتالي يخطب لمدة 3 ساعات، يشد الناس لهم 3 ساعات، وثم يعطي الرسالة، وحتى ذهاب الناس إلى هناك يغذي هذا ذلك. هو أولا صناعة القائد الشاب، وهم حاولوا صناعة هذا القائد الشاب الذي كان يعطي أوامر فتنفذ. هذا الذي كان يخطب ل3 ساعات ويشد العالم، العالم كله ذهب إلى صعدة، وكأن عاصمة صناعة القرار هي صعدة، وهذه عمليات مدروسة كانت العملية، أنه سنذهب يعني، وكان يعطي لحظات من بعد غد سنتخذ كذا، وهذا نفس أسلوب حزب الله عندما كان يقوم بالعمليات الإعلامية عندما قصف في الحرب مع إسرائيل. إذن نحن أمام عمليات ممنهجة. أمام كل هذه العمليات الممنهجة دكتور، أين كان يعني دور الأطراف المعنية بالجمهورية؟ أين كان دور النخب؟ أين كان دور السبتمبريين؟ أين كان كل ذلك؟ كما قلت لك، نحن نحمل في هذه المرحلة الآن كثير يتحدثون، ويحاول المخلوع صالح أن يتحدث عن 6 سبتمبر وعن مشاركته بسبتمبر. نحن أمام شخصية لم تكتفي، وأنا قلتها من هذا الاستوديو، لم تكتفي بتقويض الأهداف 6، بل سلمت الجمهورية إلى الملكيين السلاليين، سلمتها وسلمت صنعاء، ونحن الآن ندرك كيف سلمت صنعاء. أين كانوا؟ كان خلال هذا الحكم لم يعد، كان الجيش الوطني يتم تقويضه وتدميره وإدخاله في حروب مع الحوثيين أنفسهم. المخلوع صالح كان هناك صراع بين جناحين من الحوثيين، جناح البطنين الذي هو متشدد، والجناح الذي كان يريد أن ينخرط في العملية السياسية ويعتبر أن الجمهورية يمكن أن نعيش أن يتعايش مع هذه الأطراف. هو دعم وشجع الجناح المتطرف حتى يريد أن يخيف ويقلق السعودية لتغداقه بالمساعدات لمكافحة الخطر الإيراني، وأيضا كان يريد تدمير قوات علي محسن وبقاية القطاع الوطني من الجيش في حروب لا تتوقف، ولهذا كان يدخل في حروب، ولدينا معلومات أنه أعطى أوامر بترك السلاح والانسحاب من المعسكرات حتى ليستولي على الحوثيين لاستمرارهم، وكان يوقف الحرب ويذهب إليها دون معرفة الناس. إذن هذا المشروع الأول كان مشروع البقاء على حزب الله، كان سيمهد لهم الاستيلاء على السلطة تدريجيا، لأنه كان هناك أيضا علاقات حراك الجنوبي، بعض أطراف الحراك الجنوبي مع إيران، وكان هناك اتفاقيات مع بعض الذين يريدون فك الارتباط، وكانت إيران لا تريد، أيضا إيران لا تريد اليمن موحدا، هي تريد الجزء التاريخي للدولة الفارسية، وكذلك تريد أن تكون في خاصرة المملكة العربية السعودية. وأنا قلت هذا الكلام، أن إيران تلعب وفقا للاستراتيجية الدولية، هي تدرك أن الغرب لن يعطيها مانع عدن، لن يعطيها الموانئ في تلك الجغرافيا، ولن يعطيها هذه المساحة، ربما يعطيها المساحة في مناطق الشمالية، ولهذا هم حاولوا يعطوا وعود ويخادعون في ذلك الحراك بعض أجزاء أو أطراف من مكونات الحراك بأنهم سيحققون الاستقلال وأنهم سيعيدون لهم الجنوب مقابل أن يحكموا هذه المنطقة. نحن أمام جماعة لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالعقيدة، لا علاقة لها بالشعب، اللي نحن أمام شخصية عبد الملك الحوثي، شخص يكذب ويقول أشياء لا علاقة لها، ونحن ندرك أنه يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يزيف الحقائق. نحن أمام شخصية
يعني أمام أشخاص يحتفلون ب 26 سبتمبر، يعني ب 21 سبتمبر، ونحن ندرك أن 21 سبتمبر هم اتخذوا هذا الموقف لأسباب تتعلق بإيجاد يعني تداخل زمني بين ثورة سبتمبر 21 سبتمبر. دخلوا من همدان كما قلت وأكررها مخرج الإمام البدر، استولى على القصر الجمهوري، الآن يسعون إلى إيجاد عملة وإلى القضاء على الرموز الزبيري والنعمان وتسميات لا علاقة لها بالمنظومة الجمهورية. طيب دكتور، دعنا نشك معنا في الحوار سكرتير التحرير في موقع المستقبل أونلاين الأستاذة نهى سعيد. أهلا بك أستاذة نهى. أهلا وسهلا ومساء الخير لك ولجميع المتابعين لقناة بلقيش. حياكم الله، أهلا بك أستاذة نهى. إذن الآن أمام هذا المشروع الذي يقوم به الإماميون، المشروع القديم الجديد كما يتحدث ويصف الدكتور لنا قبل قليل، هناك أيضا ما يبدو أنه وعي بالجمهورية يتزايد ويستعيد زخمه الكبير لدى الشباب، خصوصا في المناطق التي كانت منبرا للجمهورية والمدنية، تعز كمثال. أريد أن يعني كمتابعة للوضع في تعز، كيف ترين الوعي بالمشروع الجمهوري في تعز تحديدا واليمن بشكل عام؟ أولا دعني أتحدث عن المشروع الجمهوري. المشروع الجمهوري اليوم يمر بمرحلة حرجة مفصلية. هذا المشروع الحالم لجميع أحلام اليمنيين لقى تحديات كبيرة منذ قيامه. في السبعينيات بدأت هذه الإمامة ترتب صفوفها وتقاسم السلطة، وحاولت أن تتوزع المناصب وتأخذ وزارات ومؤسسات الجمهورية، تسيطر على مراكز المالية ومراكز القرار والنفوذ، إلى أن أتت ثورة 11 فبراير، عملت على تعزيز مسار الجمهورية وتصحيح مكامن الخلل وتحقق بعض الأهداف التي أتت بها ثورة سبتمبر المجيدة. أنا اليوم أنا بتحدث عن عيد 26 سبتمبر والتجهيز، بما أن عيد 26 سبتمبر عيد مرتبط بالجمهورية. بالنسبة لجيلي أو الجيل سابقا، كان هذا اليوم لا يعني لهم شيء سوى أخذ إجازة من العمل والدراسة، تمام؟ أو هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت مرتبط هذا العيد في خوف من زيادة من الجرعة، لأن كان النظام السابق المتمثل بعلي صالح يحاول ربط العيد بالإعلان عن جرعة سعرية جديدة نهاية الخطاب لهذا اليوم العظيم. أما اليوم بعد أن عاش اليمنيين ظلم الميليشيات الحوثية صالح التي تحول في المشروع الإمامي، استعاد هذا الجيل لسوداوية ودرامية هذا المشروع. نراه اليوم منحرف ميداني فاعل لقوى الشعب المحلية في كافة المحافظات، يحاول الاحتفال بثورة 26 سبتمبر مواجهة المشروع الإمامي هذا. طيب أستاذة نواة، يعني من خلال متابعتك، يعني الآن الإمامة لم يتعرف عليها جيل الشباب بهذا الشكل، بالتالي هل سلوك هذه الجماعة الذي نراه من استغلال لهذه يعني المطالب البسيطة لدى الناس التي كانت، ويعني تمرير هذا المشروع الإمامي من خلالهم، هل عرف الشباب بشكل أكبر على الإمامة؟ إلى أي مدى ترين أن هذا الوعي سينعكس أيضا على الأفعال على الأرض بالنسبة للشباب الذين خاضوا ثورة فبراير المجددة لسبتمبر؟ نعم، الإمامي ظهر قبح وانفضح مساوئه وأبعاده الحقيقية المرتبطة بالمشروع الملالي في طهران وأفعالهم وممارساتهم. هذه عرضتهم كثيرا، حاولوا أن يربطوا مشروعهم بالقرآن وما اسموه بالمسيرة القرآنية، والتي في حقيقتها هي مسيرة شيطانية. فجرت المساجد، انتهكت الحرمات، قتلت الكثير من اليمنيين، وقوضت مشروع الدولة المدنية لصالح هذا المشروع الكهنوتي الاستبدادي. نعم. الوعي الجمهوري لدى الشباب أنا اليوم ارتفع بشكل ملحوظ. دعنا ننظر إلى الدور الذي يقوم به الشباب اليوم من مناهضة لهذه الإماميين.
من جهه يحاول هذا الشباب توجههم لصف المقاومه بالسلاح، ترتب في الجيش الوطني لمقاومه هذا الجمهور الايماني بالسلاح، ومن جهه اخرى تراهم في الجامعات والمزارع صحيح رغم القصف العشوائي. هذا شكل طبعا من اشكال الرفض للامامه، الامامه التي حاولت تجهيل اليمنيين كثيرا. صحيح، اشكرك اذا استاذه نهى السعيد سكرتير تحرير في موقع المستقبل اونلاين، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. بالعوده اليك دكتور عبد الباقي، اذا الان دعنا على سبيل التقييم والمراجعه وبالعوده الى ذات النقطه التي كنا نتحدث فيها، كيف بامكان الاجيال الجديده استيعاب هذه الدروس في سياق الدور الذي يناط بهم الان لمواجهه الامامه؟ جميل، لو سمحت بس اكمل السؤال وهو مرتبط بسؤالك. نحن تحدثنا أول عن إضعاف الجيش، عن منح الحوثيين، نسينا أن تمت هناك عملية إضعاف ممنهج للأحزاب السياسية والشخصيات السياسية حتى وصلت هذه الأحزاب إلى ما يسمى فقدان الاقتدار السياسي. بمعنى فقدان الاقتدار السياسي بمعنى أن الجمهور ينتظر من الأحزاب والشخصيات الحزبية القيام بفعل ما، والشخصيات الحزبية نظرا لتركز السلطة فاقدين للقدرة، ومن هنا تصبح في فجوة بين الجماهير وبين الأحزاب وشخصياتها، مما على الرغم أن هذه يعني النخب التي تقود هذه الأحزاب عاشت ويلات يعني، لكن تم إضعافها تدريجيا وهي ارتكبت أخطاء، ولكن تم إضعافها من خلال أولا التمثيل في البرلمان وفي الانتخابات. يعني نحن نعرف أن المؤتمر كان يسمى حزب الثلثين، لا يمكن لهم تجاوز عدد محدد، لأن محاكمة المخلوع الرئيس السابق المخلوع صالح عندما كان في السلطة تتم عبر ثلثين، كثير من القرارات صناعة القرار تمر عبر عدد محدد، إعلان كثير من، لا يمكن للمخلوع صالح أن يسلم الأحزاب السياسية رقبته أو يسلمهم صناعة القرار أو التأثر فيه، فكانت الأغلبية له وكان يسمى حزب الثلثين، بمعنى أنه لا يمكن تجاوز هذه النسب. ولذلك حتى عندما عين مجلس الشورى وأضاف إلى مجلس الشورى هم أعداد بالتعيين يمارسون مهام تشريعية، ولهذا كان عندما يترشح حد للرئاسة لابد من اجتماع الشورى والبرلمان ويتخذون قرار، بينما أنت لديك ثلثين ولديك مجلس شورى معين لا ويمارس تمثيل الإرادة، وهذا مخالف لمفهوم النظم الديمقراطية والفصل بين السلطة. إذن كان هناك فجوة بين الجماهير وبين الأحزاب السياسية وشخصياتها وفقدان الاقتدار السياسي، بمعنى الجماهير لم تعد تؤمن بالأحزاب السياسية. ثم خلال منذ تأسيس الوحدة حتى 2011 لم يتم تداول سيميل السلطة، هذا أيضا أدى بالجماهير لعدم يعني فقدان الثقة بالنظام الديمقراطي. كذلك إضعاف مؤسسات المجتمع المدني ومراقبتها وحصارها أدى إلى أن لدينا أحزاب سياسية أضعفت تدريجيا، ومؤسسة مجتمع مدني تم إضعافها أيضا بواسطة يعني حتى التصريح يأتي عن طريق الأمن السياسي. ثم أيضا ما يسمى القضاء على الرسمال أو الرسمالية التجارية في مدينة تعز والجنوب، تم خلق رسمالية جديدة، لأن في التاريخ اليمني والتاريخ 26 سبتمبر و14 أكتوبر التجار ورجال التجارة اليمنيين كانوا هم الممولين للحركة الوطنية، ولهذا أراد أن يقوض حتى القطاع التجاري لمدينة تعز وعدن ومناطق الجنوبية لخلق طبقة أخرى مرتبطة به من الفاسدين، ولهذا ستلاحظ كثير من المقاولين والتجار في هذه المناطق تم القضاء عليهم عن طريق إعطاء المناقصات إلى جماعته الذي يتناصف معهم المال، مما أدى إلى أيضا تعز بقت خارج الاستثمار والتعليم وركز السلطة في مدينة تعز. ثم أيضا إقصاء الشخصيات الحزبية والعسكرية والأمنية من أبناء المناطق الجنوبية، يعني بالتدريج أيضا الإقصاء الجبري، إضعاف الحزب الاشتراكي، أيضا هناك أيضا تغييرات دستورية في الدستور جعلت هو الذي يعين نائب الرئيس ويعزله ويختار مع رئيس الوزراء الوزراء وهو رئيس مجلس الشباب والرياض، حتى المستشفيات حولها إلى هيئات. بمعنى إيش هيئات؟ هيئة بمعنى أنه لا يمكن لك أن رئيس الهيئة يعين رئيس الجمهورية، يعني وصل إلى حتى هناك لدينا وثائق تحصلنا عليها أنه يعطي التوجيهات بتعيين عقال الحارات، يعني أنت تسيطر من عقال الحارات إلى مدراء المستشفيات إلى مدراء العموم إلى قادة الجيش، قادة الجيش أيضا ولاء
وبالتالي مرتبطين بنقله ومرتبطين بمناطق محددة من اليمن وبشخصه. وزير الدفاع عبارة عن شخصية شكلية. نحن هذا الإضعاف الجامعة أعطاها مجالا لو سمحت أكمل. الجامعات أيضا لم يعطي فيها يعني يترك تمارس مسمى الحرية الأكاديمية عن طريق انتخاب رئيس الجامعة والعمدة ومدير الأقسام. أعطاها للأمن السياسي وعين كثير من الدكاترة الذين ينتمون للأمن السياسي للسيطرة على الجامعة. المؤسسة أيضا وضع رجاله. إذا أردت أن تتوظف عليك أن تأخذ بطاقة المؤتمر الشعبي العام. نحن وصناعة القرار حتى رئيس الحكومة أصبح لو سمحت أصبح البرلمان ما يعني هناك السلطة التنفيذية بيده. هو الذي القائد العام للقوات المسلحة رئيس وفقا للدستور ووفقا للواقع. البرلمان مش قلنا ثلثين والشورى. أصبح البرلمان والشورى امتداد مجال للسلطة التنفيذية. السلطة القضائية بالنسبة للنيابة خلاها كلها من ضباط الأمن ومن خريج كلية الشرطة وبالتالي اختارهم بولا. يعني أن هناك ليس هناك ما يسمى استقلال السلطات الثلاث. الهيئة العامة للفساد أعطاهم يعني أعطاهم قوانين منظمة قوانين تتناقض. يعني أنه أنا اشتغلت خبيرا لوضع وحدة تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد مش ليس مع السلطة ولكن مع الأمريكان عندما أسلمت مهمة إعداد الوحدة. اتضح لي أثناء الإعداد عندما أتحدث مع مسؤول يعني تبييض الأموال في البنك المركزي يقول لهي العمل وفقا للقانون أنا لا يمكن أبلغكم لأن القانون يمنع ذلك. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقول أنه لن يسلم وثائقه للفساد. الفساد تقول لن نسلم لك. النيابة العامة ترفض تحقيقات العمل. بالتالي هو يلعب بكل هؤلاء. طيب هذا يدفعني للحديث حول فكرة أنا الدولة الاتحادية. أكمل لك الفكرة. أقول لك أنه هذا الإضعاف هو الذي أفقدنا فعالية القوى الحية والوطنية، إقصاء الشخصيات الوطنية وبالتالي صعود شخصية ذات ولا وضعيفة. هذا أدى إلى أننا يعني لم نكن لدينا أحزاب فاعلة ونخب فاعلة ومجتمع مدني فاعل، مما أدى إلى فقدانه القدرة على الانتظام في حركات أو القدرة في صناعة القرار. طيب من هذا من انطلاقا من ما تتفضل به سنتحدث أو من مركزية ما كان يحدث خلال فترة المخلوص صالح سنتحدث حول إلى أي مدى يمكن أن تكون الدولة الاتحادية حلا يعني مقابلا ناجعا وكذلك مدى الوعي اليمني بما كان من الإمامة وبالمقابل بأهمية الجمهورية والدولة الاتحادية. لكن بعد الفاصل دكتور. إذا مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. كما أجدد ترحيب ضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور إذا يعني عندما نتحدث عن مساوئ هذه المركزية الشديدة التي كان يمارسها المخلوع صالح هذا يعني أن مشروع الدولة الجمهورية الاتحادية يمكن أو من المفترض به أن يحفظ الجمهورية من الاندثار ويؤسس بالفعل لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر. ما يسمى تنمية أو الأقطاب بمعنى كان هناك في فترة حكمه كان هناك طروحات في التنمية تقوم على ما يسمى مراكز الأقطاب التنموية وهو ولم تختاره الدولة اليمنية. الأقطاب التنموية بمعنى أن مدينة تعز على سبيل المثال أو الحديدة أو أي مدينة أخرى يمكن أن تكون هناك مجموعة محافظات نشكل لها قطب تنموي يستطيع أن نقوم ببناء البنية التحتية وإيجاد جامعات بنفس المستوى منافسة إيجاد مرافق صحية خلق منافسة بين المحافظات. لا هذا القطب يخفف الهجرة إلى مدينة صنعاء. نحن وصلنا إلى مرحلة وصول المياه إلى أزمة مياه إلى أزمة سكن إلى تركز إلى أنه أبناء واحد في حضرموت يذهب إلى صنعاء ليعامل. هذا أدى إلى فقدان كثير من 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 من, من الجهد والمال ومن المشاعر الوطنية. إذن هو لم يختر هذا. ماذا أدى؟ كان يعني كل المدن ركزها في صنعاء وبالتالي تعز مثلاً يتحدثون عن مظلمة صنعاء ومظلمة عدن. كل الجمهورية هي مظلمة. تعز مثلاً كان الشاب حتى الثانوية ثم يهجر المدينة وذهب إلى صنعاء. حضرموت أبيان أصبحت كل هذه الأماكن. أصبحت تعز قرية كبيرة وأصبحت أب قرية كبيرة وأصبحت عدن قرية تريفها. بالتالي أصبح وصنعاء هي ريف لأنهم كانوا ينهبون الأموال ولا يقوم بنية تحتية. بينما كان الخيار التنموي الذي كان مهيمن على تلك أثناء حكمه ما يسمى الأقطاب التنموية بمعنى أن تكون مدينة تعز ومدينة عدن ومدينة أب أو مدينة حتى مارب
مدينة قاطبة، بمعنى أن أبناء الحجرية لا يهاجرون إلى صنعاء، يستطيع أن يجد نادي، يستطيع أن يجد تعليم جيد، ليس أفضل مدرس في صنعاء، أفضل طبيب في صنعاء، أفضل مش عارف في صنعاء، توقع ورقة في صنعاء. بالتالي أنت ريفت الجمهورية اليمنيه، أضعفت الدولة، خلقت نوع من لا مساواة في المشاركة، لا مساواة في التنمية، إضافة للنهب. لكن لو كان هناك في توزيع عادل للتنمية، هناك خلق أقطاب تنموية، هذا هو هذا كان يمكن أن نجح الدولة البسيطة اللي هي قائمة حتى على مركزية الدولة. لكن هو ركز السلطة بيده وفقا للدستور ووفقا للجيش والأمن، الجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة يرفع التقرير له، الأمن السياسي يتبعه، الأمن القومي يتبعه وفقا للقوانين. نعم. الجيش، القطاع الحرس العائلي الحالي، وهذا ما يجب مواجهته وتأسيس دولة المؤسسات. إذن الدولة الإقليمية هذه، إذا كان هذه الدولة الإقليمية ستقوم، نحن الآن ما الذي حدث؟ هذا الرجل، أقولها بوضوح، هذا الرجل هو الذي أدنا بهذا المشروع، لكن لحسن الحظ أقولها، أما الآن لو حاكمه، لكن أقول أن المشروع الإمامي انتهى، يعني هم خلال 3 سنوات خسروا لأنهم لم يكونوا بديلا وطنيا، ولهذا أنا مطمئن، فقط هم الآن قوة عسكرية احتلت الجغرافيا، علينا أن نصطف لإزاحتهم، كمشروع انتهى. إذن هذا الرجل كان بالإمكان أن يخلق أقطاب، وهو بديل، كان سيخلق تنمية في المناطق، كان سيحافظ على عدم تدفق الهجرات نحو صنعاء، كان سيخفف المعاملات الإدارية، وسيعطي إحساس بالمساواة للمواطنين، سيعطي تنمية متوازنة، هذا سيخفف هذا الإحساس باستدعاء الهويات الأولية. هذا الرجل حتى في البرلمان، يعني في البرلمان حوله من برلمان حديث قوة تحديثية، في أول برلمان 27% ممثلين من شيوخ القبائل، في البرلمان الثاني تقريبا 37%، في البرلمان الأخير إلى 45%، والنساء من 8 إلى 1. يعني الرجل كان يقوم بعملية عكس التحديث، إعادة للتاج، قام بإحياء الشيوخ القبائل. نحن ليس ضد شيوخ القبائل، لكن عملية التحديث تقوم على ماذا؟ على تقويض القوة التقليدية، تقوية المؤسسات الحديثة، الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع، هذا كان يعمل عكس ذلك. بالتالي هو الذي هيأ للحوثيين هذه العودة، لأن المواطنين يبحثون عن دولة. وبالتالي نحن أمام سياسات اتبعها المخلوع لمشروع خاص لدي، لكننا أنا على ثقة أقولها فقط أن المشروع الجمهوري منتصر بإذن الله. إذن دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ أحمد طارش خرصان، الأديب والكاتب، معنا عبر الهاتف من إب. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ويا مرحبا، وكل عام وأنتم بخير، وتهنئة للشعب اليمني بمناسبة العيد 55 لثورة 23 سبتمبر العظيمة. وأنت بألف خير أستاذ أحمد. إذن هناك من يتساءل، أو كثيرون يتساءلون، كيف يمكن ترجمة العاطفة تجاه الجمهورية، هذا الزخم الشعبي تجاه استدعاء الأهداف سبتمبر، ذكرى سبتمبر إلى آخره، إلى وعي جمهوري وإلى تحصين فكري وإلى أفعال على الأرض، كيف يمكن ذلك برأيك أستاذ أحمد؟ في بداية الأمر لا أدري من أين أبدأ، لكن ربما أستحضر يعني بعض أبيات للأستاذ الكبير الشاعر العظيم الأستاذ عبد الله البردوري، وهو يتحدث عن ما آلت إليه الأوضاع آنذاك، قائلا: اللبات الذين بالأمس ثاروا أيقظوا حولنا الذئاب ونام، حين قلنا قاموا بثورة الشعب قعدوا قبل أن يروا كيف قاموا، ربما أحسنوا البدايات لكن هل يحسون كيف ساء الختام؟ لا أدري ما إن كان الأستاذ العظيم البردوني يعني لم يغادر الحياة وظل حيا إلى هذه الفترة، ما الذي كان سيقوله؟ حقيقة الأمر موجع أن نتحدث عن الجمهورية بعد مرور أكثر من 55 عام على مرورها طبعا وعلى قيامها في هذه اللحظة، وأن نتحدث عن دعوات ونعرات طائفية وسلالية ومذهبية تمكنت من تقويض بنية الدولة وبنية الجمهورية بمساعدة أطراف وكيانات كانت أو كان يعول عليها أنها تكون هي الحامي لأسوار الجمهورية، لكنها كانت ربما يعني الطلقة التي أصابتنا في مقتل، وهي أن منحت طبعا الإماميون أو الإماميين الجدد طبعا منحتهم فرصة السطو على الجمهورية وعلى الأحلام والمستقبل. طبعا ربما أنه قطع الحوثيون يعني أو زرع الحوثيون في نفوس الشعب اليمني التوق لعجل سبتمبر، كل ممارساتهم طبعا ذكرتنا بأهمية وعظمة هذه الثورة.
صحيح. طبعا هذه العظمه وهذا التجلي في 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 استدعاء واسترجاع هذه الثوره ومضامينها واهدافها مهما كانت، مهما يعني كانت ربما اخفقت في كثير او اصابت، لكنها كانت ثوره تمكنت من انتزاع حق اليمنيين من طائفه او من جماعه كانت لا يمكن ان توصف غير الكهنوتيه والظلامية التي ربما ثار اليمنيين عليها، وهي ما دفعتنا أو دفعت أبائنا وأجدادنا إلى الانخراط في 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 في, في دروب هذه الثورة، وقدموا الكثير من التضحيات. طبعا استدعاء أو كيف يمكن ترجمة مثل هذه العاطفة؟ طبعا هناك الكثير من 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 من, من, من الاتجاهات أو الانطباعات التي قد تخلق نوعا من التفكير الحقيقي أو العقلية السوية للدفاع والحفاظ عن أهداف ومضامين الجمهورية التي ربما تأخرت أو تراجعت في الآونة الأخيرة إلى حد ما بفعل ممارسة النظام السابق عقب اغتيال الشهيد إبراهيم محمد الحمدي. هناك خطورة كبيرة. أنا طبعا لا يمكن القول أن الجمهورية في خطر، الجمهورية أضحت في 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 كارثة طبعا، ولا يمكن انه تحويل الانطباعات او انه اللافتات والشعارات قد تصنع جمهوريه جديده ما لم يتحرك ابناء اليمن جميعهم طبعا باستثناء لاستعاده جمهوريتهم وترجمه انطباعاتهم الجديده وتوقيعهم لسبتمبر الى اهداف حقيقيه والى سبيل حياه. كيف يمكن ذلك؟ مبادئ ومسلم. استاذ احمد، اريد ان اعرف كيف يمكن ذلك حتى نتجاوز ما يعني وقعنا به من أخطاء في السابق، حتى لا يتكرر هذا المشروع الإمامي وحتى لا ينخر الإماميون في جسد الجمهورية من جديد، كيف يمكن التغلب على ذلك؟ طيب هناك شقين طبعا، هذا التغلب لا يمكن للشعب اليمني أفراد وجماعة وقواعد أن يقوم بهذا العمل لوحده، طبعا هناك يعني النخبة الحاكمة ومن ثم القاعدة الشعبية. النخبة الحاكمة طبعا هي منوط بها طبعا أن تقدم مشروع وطني يستوعب كل طوائف وفرق ومكونات الشعب اليمني في 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 تركيبتها أو في سلوكها أو في ممارستها للحكم، ومن ثم الدعوة يعني، ومن ثم هذا يمكن أو بواسطته يمكن التغلب على كثير من العوائق الطائفية العنصرية المذهبية. متى ما توفرت دولة النظام والقانون سواء من قبل السلطة أو النخب، متى ما دعا أو لجأ الناس إلى النظام أو لإنشاء مبدأ العدالة والمساواة وتساوي الفرص والتنمية المستدامة لدى كافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز بين الجغرافيا، هذا بالتالي يصنع تغير على مستوى الأرض. نعم. قد يتغلب على كثير من الأواعق التي زرعها الإماميون الآن بين فئات وأفراد الشعب اليمني. نعم. إذن أشكرك أستاذ أحمد طارش خرصان الأديب والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من إب، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة الذكرى 55 لثورة سبتمبر. إذن دكتور، يعني الآن هذه الثورة المضادة لسبتمبر، الثورة المضادة لفبراير أيضا، تنتج من حيث لم ترد جيلا جمهوريا جديدا كما يبدو، برأيك ما هي مآلات هذا الصراع؟ أولا علينا ألا نشك بالنظام الجمهوري، وعلينا أن الثورة ليس فعلا أحاديا، الثورة هي صيرورة من العمليات والأفعال تنتكس ثم تعود، لكن الثابت واللي أنا موقن فيه بعيدا عن الخطاب التعبوي الذي هو يقينا في ذاكرتنا الجمعية الوطنية هي النظام الجمهوري. كان هناك حصار السبعين وانتصرنا فيه، كان لدينا الآن حتى إذا لم يتآمر الحوثي صالح في من خلال الانقلاب والاستيلاء على صنعاء وتسليمها، كنا سندخل في معركة أخرى مع الجمهورية العائلية أو مع النظام الذي ربما سيلعب على الجمهورية وسيلعب على المواطنة وسيستولي أو سينقل السلطة لنقله. بالتالي نحن في مرحلة من مراحل تثبيت النظام الجمهوري، يأخذ نصف قرن، يأخذ قرن، لكن الثابت والذي أنا متيقن منه كما أنا متيقن من حضوري هنا أن النظام الجمهوري هذه مرحلة من مراحل تأسيسه. ولكن الذي أنا أريد أن أقوله للمشاهدين أن
النظام السلالي والعائلي انتهى، وان هذه مرحله، لاننا الشعب اليمني لم يعد يعني لم يعد هذه انظمه تتلائم معه وتطلعاته. هناك يعني هناك ما يسمى يعني تضحيات قليله، هناك تطلعات للشباب وتحولات كونيه. نحن امام مرحله انتكاسه، ولكن انتكاسه ليس انتكاسه، مرحله من مراحل الثورات المضاده، ولكن النظام الجمهوري أقوى. الذي أجل هذا الانتصار السريع هو استراتيجية ضعيفة ومدنية لدول التحالف في إدارة المعركة والأجندات الثنائية. أنا أقول الذي أجل، نحن الآن نعتقد أن الحوثيين صالح أقوياء، لا، الذي أجل الاستعادة هو ثنائية الرؤى لدول التحالف وضعف السلطة الشرعية وإضعافها المنهجي من قبل دول التحالف، هذا الذي أحدث الفراغ. وبالتالي أنا كل ثقة بأن النظام الجمهوري هذه مرحلة من مراحل استكمال النظام الجمهوري. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، على انضمامك لنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سنختم هذه الحلقة بهذا النشيد الذي سنتابعه الآن على الفيديو. رديديها رديديها قالنا رديديها 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 أي مجد بلغت يا خضراء إيه أيلول والنشيد صلاة وزكاة المجاهدين الدماء وللثورة المجد وللشعب واللواء الولاء